السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم جميعا. أنا عرفت مؤخرا إن في بعض الأخوة الأفاضل الزملاء مدرسي اللغة الألمانية، وفي برضه مدرسين لغات تانية بيتابعوني، وده طبعا شرف كبير ليا إني أشكرهم كلهم على متابعتهم وأقول لهم دي حاجة تشرفني وأعتز بيها. وإن كمان في كتير من الناس اللي خلصت اللغة بعد مستوى بيتس فاي أو تسي أينز حابين إن هم يبدأوا يدرسوا ولو حتى الأ أينز أو الأتس فاي. في ناس كتير بتنتقد الخطوة دي، أنا شايف بصراحة إنها خطوة كويسة جدا، طالما إن الإنسان صريح مع نفسه، طالما إنه هيقول أنا حدودي في اللغة كذا وكذا، طالما إنه وقت ما بيعرفش بيقول أنا معرفش، هرجع أدور على مصادر أو هسأل حد يكون مدرس خبير في اللغة. فبالنسبة لي الشباب اللي بيتابعوني اللي بيفكروا إن هم يبدأوا تدريس حتى كهواية حتى كمساعدة، ده شيء كويس جدا، ما تخليش حد يحبطك. ولكن بخصوص الأخوة الأفاضل الأخوة الزملاء اللي بيدرسوا اللغة الألمانية كتخصص أو كمجال شغلهم، عرفت من مجموعة منهم إن هم للأسف الشديد يعني كتير منهم ما بيدرسش أونلاين. كنا بنتكلم مع بعض، طب ليه يا جماعة ما تدرسوش أونلاين؟ يعني ظروف الكورونا وكل واحد دلوقتي في بيته، المدارس مش شغالة، فبالتالي ده أثر طبعا على دخلهم بشكل كبير. وكانت الإجابة إن إحنا مش عارفين إزاي ندرس أونلاين. فكان الموضوع صادم شويه بالنسبه لي، لان الموضوع مش معقد خالص. فكره انك تدرس اونلاين، لو انت بس مش بتكلم على اللغه الالمانيه، بتكلم على اي حاجه انت حابب تدرسها، الموضوع مش صعب خالص، حتى لو محتاج كتابه كتير الامر فعلا مش معقد. بص معايا يا استاذ دلوقتي، طبعا انا كلامي موجه للي حابب يدرس او اللي حابب يقدم اي محتوى على الانترنت. الخطوات الاساسيه اللي انا بشتغل بيها والحمد لله ناجحه، وبقالنا دلوقتي داخل التدريس الاونلاين داخل على سنه تقريبا، والحمد لله مفيش اي مشاكل وبنحقق نجاح كبير، على خلاف ما يعتقد بعض الاخوه الافاضل ان لا التدريس الاونلاين مش بنفس فعاليه التدريس وجها لوجه. لا، هو بنفس الفعاليه بل ان ليه مزايا اكتر. انا طبعا كنت اتكلمت في احد الفيديوهات، بس ده كان موجه للطلاب، ازاي انا بدرس اصلا اونلاين. انا دلوقتي هتكلم بالنسبه للمدرس، انت محتاج ايه؟ اولا انت محتاج يكون عندك بالاضافه طبعا للكمبيوتر، ما ينفعش خالص موبايلات، انسى خالص موبايل وبلاش تابلت، الحاجات دي ما يعتمدش عليها خالص، اشتغل دايما بالكمبيوتر، هو اللي هيساعدك. ليه؟ لان شاشته كبيره هتعرف تشتغل عليه، واللي هيشوف شاشتك هيعرف كويس يقرا انت كاتب ايه. طيب ده غير طبعا ان في المحاضرات الطويله اللي بتزود عن الساعه الكمبيوتر هو اللي هيساعدك، الموبايل ممكن يفصل، التابلت ممكن يفصل، لكن الكمبيوتر شغال. انا مش بتكلم يفصل كشحن على فكره، انا بتكلم يفصل اتصال بالانترنت، يبطأ يقطع، دي كلها مشاكل انت في غنى عنها. طيب يبقى انت تحتاج كمبيوتر، ويفضل كمان مش لابتوب، كمبيوتر بس ماشي، ممكن لابتوب يقوم معاك طبعا بالمهمه. هتعمل ايه؟ هتتواصل مع الطلاب ازاي؟ عندك كميه برامج مهوله، عندك طبعا احنا شغالين على نفسنا، احنا شغالين بالزوم، عندنا لايسنس على برنامج الزوم، انت ممكن من غير اصلا لايسنس ولا اشتراك ولا تدفع اي فلوس، انت عندك الجوجل هانج اوت، يا راجل عندك الفيسبوك دلوقتي عمل لك امكانيه الفيديو كول، انك تعمل مكالمه فيديو. تيجي تقول لي طب مكالمه الفيديو هعمل فيها ايه؟ لا انا اشمعنى ذكرت لك الفيسبوك، السكايبي، الجوجل هانج اوت، الزوم، الديسكورد، الحاجات دي كلها اشمعنى انا ركزت عليها هي بالتحديد؟ لان فيها امكانيه مشاركه الشاشه. يعني ايه مشاركة الشاشة؟ أول ما أنت بتفعل الاختيار ده كل الطلاب بيشوفوا أنت بتكتب إيه عندك على الجهاز، ودي حاجة مهمة جدا، فبالتالي تقدر أنت تكتب وتفتح مثلا ملف وورد وكل شيء أنت بتكتبه هم شايفينه، وبعد المحاضرة تقوم باعت لهم الملف. أنا بعمل كده، أنا بقول لك بالظبط اللي أنا بعمله، وبعد المحاضرة تبعت لهم ملف. المحاضرة اللي بعدها حابب تكتب ملف جديد براحتك، حابب تكمل على القديم وتزود ملاحظاتك بحيث يبقى كله في ملف واحد مفيش مشكلة، وبعد كده برضو تقوم بعته لطلابك. يبقى بالتالي طلابك شايفين انت بتكتب ايه، شايفينك لو عندك برضو كاميرا كده على جنب صغيرة شايفينك وانت بتتكلم، لان ده مهم في مستويات زي الأ1 ان هم يشوفوا نطقك، يشوفوا شفايفك بتتحرك ازاي. بعد كده مش مهم، بعد كده مش مهم. فبالتالي انت بالنسبة لك انت محتاج يكون عندك كاميرا صغيرة في مستويات زي الأ1، محتاج يكون عندك كمبيوتر، محتاج يكون عندك برنامج من البرامج المجانية، ما تدفعش فلوس الا لما ترتاح على برنامج وطلابك يرتاحوا على البرنامج ده. طيب محتاج ايه تاني؟ سرعة انترنت. خلينا نقول داونلود 8، الداونلود 8 ميجا كويس قوي، يعني اقل من كده ممكن يعمل لك مشاكل. الابلود 4 عشان هما برضو يسمعوك بشكل كويس. اعتقد ان انت يعني 8 داونلود 4
احطها ابلود، ده مش قصه كبيره. يعني انت ممكن تلاقي اصلا في شركات انترنت في مصر كتير بتقدم السرعه دي وبسعر كمان مش عالي قوي. طيب هتحتاج ايه تاني؟ هتحتاج حساب بنكي على حاجه زي مثلا زي باي بال. ليه؟ التحويلات الدوليه بتتم عليه. طيب في ناس بيسمعوني دلوقتي ممكن يكونوا في مصر وحابين يدرسوا من جوه مصر، والباي بال مقفول في مصر زي حاجات كتيره جدا غير منطقيه، ما تعرفش مقفوله ليه. ممكن يتحول لك رسوم الكورسات عن طريق الويسترن يونيون، عن طريق الماني جرام، عن طريق امكانيات كتير، عن طريق حسابك البنكي، تحويل بنكي دولي. هتيجي تقول لي بس ده هيعمل مشاكل. والله انا عشان في المانيا، انا ما اعرفش طبعا بتعرف مصر، بس انا عندي ما بيعمليش مشاكل. يعني انا عندي بتجيلي التحويلات من بره. في الاول كان كل شيء لازم يتعرض على الشرطه، كان بحساب يعني البنك نفسه كان بيبعت لي يقول لي ان التحويل ده موقوف لان بتعمل له عمليه مراجعه. فانا فاهم طبعا مراجعه يعني ايه. مراجعه يعني واحد زي حالتي بدأ جاي له مثلا مبلغ مالي من مثلا نفترض من الكويت، من الامارات، من البحرين، فبيخافوا ان يكون ده ليه علاقه بغسيل اموال او تمويل ارهاب او ما شابه. بعد بالظبط اول 5 تحويلات الموضوع مشي عادي جدا ومبقاش فيه اي مراجعه لا على الباي بال ولا على الحساب البنكي. فانت محتاج حساب بنكي او حاجه يجيلك عليها الرسوم بما انك شغال اونلاين. طيب محتاج انت ايه كمان؟ محتاج نظام فواتير. يعني انت محتاج يكون عندك نظام فواتير، لان خد بالك التحويلات البنكيه دي انت كده كده اصلا لازم يكون عندك فواتير. انت ما ينفعش تشتغل من غير دفع ضرائب، بغض النظر ان هو حتى عشان حرام، انت كمان عشان ما يعملكش مشاكل قانونيه. في المانيا فيها ترحيل، انت في المانيا لو جات لك فلوس والفلوس دي بتاعت عمل واكتشفوا انها بتاعت عمل وما طلعتش بيها فاتوره ودفعت عليها ضرائب، انت فيها مشاكل كبيره. يعني بالنسبه للاجانب ممكن فيها ترحيل ان انت راجل ارتكبت جريمه على ارض المانيا. فانت محتاج نظام كويس للفواتير. يعني ايه نظام كويس؟ يعني هتدور على النت على شكل فاتوره يكون شكلها عامل ازاي، العناصر بتاعتها ايه، فيها رقمك الضريبي. الفاتوره اللي ما فيهاش رقم ضريبي هي مش فاتوره. لازم يكون فيها رقمك الضريبي، فيها بيانات التواصل معاك عشان الشخص اللي حول لك ده او اللي سدد لك رسوم الكورسات هو في بلده محتاج يقدم مثلا الفاتوره دي لمكتب الضرايب، فمكتب الضرايب عايز يعرف انت فعلا الراجل ده دفع لك فلوس ولا لا، هيتصل بيك. ممكن بتحصل بنظام العينه بيتواصلوا معاك، فبالتالي تعرف تقول لهم ايوه الراجل ده دفع لي، عشان تثبت فعلا يعني القانونيه او مشروعيه الفاتوره. طيب هتحتاج ايه كمان؟ انت تحتاج انك تعلن عن نفسك. والاعلان يعني اعتقد دي مش حاجه بقى اللي انا اقول لك عليها، انت ممكن تشوف مختصين في الاعلان يعملوا ازاي، بس انا اقول لك بشكل بسيط جدا. انت ممكن تعرف على الفيسبوك انك بدات تدرس اونلاين، تعمل مثلا صفحه على الفيسبوك في موقع اسمه سوبر بروف. الموقع ده عليه كل مدرسين الالماني، عليه 1190 مدرس في اللحظه الحاليه، 1190 مدرس الماني. ممكن تضيف نفسك معاهم، وانت بقى حسب تنافسيتك في السعر، حسب الناس عارفاك، حسب طريقه شرحك، حسب طريقه تواصلك، حسب اتاحيه المواعيد بتاعتك، ان شاء الله يجي لك ناس. الموقع برضو يعني انا في المونتاج طبعا هحط لك الاسم الموقع بحيث انت تضغط على النت ان شاء الله تعرف تشوف كويس قوي وتسجل عليه. وعلى فكره الموقع مجاني وبتقدم مثلا ساعه مجانيه او حاجه بحيث ان الطلاب يقدروا يعرفوا كويس هل انا مرتاح مع المدرس ده ولا لا. والله لو كل حاجه جميله، لو انا مرتاح مع المدرس ده هكمل وهسدد رسوم الدورات. اعتقد ده كل شيء انت محتاجه علشان تقدر تقدم دورات او تدريس اونلاين. مفيش اي حاجه تانية، انا حتى كنت سجلت بعض الملاحظات، لا مفيش اي حاجه اضافيه اكتر من كده. ابدا وان شاء الله ربنا يساعدك ويهون عليك. طبعا موضوع الازمه بسبب الفيروس كل الناس في بيوتها، فالناس اللي كانت معتمده على التواصل وجها لوجه دلوقتي اتضررت بشكل كبير. فلا التدريس اونلاين امر معتمد عليه، امر كويس جدا. وممكن برضو افتكرت حاجه دلوقتي، في ناس بتقول لي طب انا طلابي مش عايزين يشغلوا الكاميرا، ما هو ده ممكن يكون مشكله. في سيدات، مين قال لك ان الطلاب يشغلوا الكاميرا؟ مين قال لك ان انت اصلا محتاج تقول للطلاب شغل الكاميرا؟ الطالب يقفل الكاميرا عادي جدا، والله هو حابب يشغلها براحته، مش حابب هو مفيش اي داعي اصلا لتشغيلها. هتقول لي طب والنطق؟ لا انت كمدرس انت المفروض تكون عارف من السماعي اذا كان الطالب ده نطق صح ولا غلط. يعني من سماعك لصوته، انت على دماغك مثلا سماعه عشان تسمعه بشكل كويس، فبالتالي انت هتعرف كويس قوي هو نطق صح ولا نطق غلط. بس كده ان شاء الله اتمنى ان نتعاون جميعا في الخير،
وإن ربنا ييسرها بإذن الله على الجميع. ولو لحضراتكم طبعا بتكلم دلوقتي مع إخواني المدرسين سواء أي تخصص لغة ألمانية أو غيرها، لو لحضراتكم أي استفسار تقدر تبعت لي في أي وقت طبعا بتشرف، وإن شاء الله نتعاون جميعا للخير بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.